أهلا وسهلا، بغيت أوضح. حد من المتابعين سألني عن الكورد لوبر. الياماها نزلت شيء جديد اسمه الكورد لوبر، اليوم راح نتكلم عنه وكيف يتم استخدامه. طبعا بغيت أوضح، لا حد يقول لي إن حد سبق الياماها في هاي الحركة. أنا كواحد ما حد عمل الكورد لوبر من قبل. لما بتشوفون الشرح بتفهمون الياماها شو سوت. الياماها ريحتك، تقدر تحط الأغنية وتعزف عليها، الكورد يمشي معاك، تضبط الكورد متى ما تبى وتمشي تعزف 61 مفتاح حق الناس اللي يحبون يعزفون بيانو. لأن العادة انت شو تعزف سولو يمين وإيديك مشغولة في اليسار في الكوردات والتنقل وتغير أصوات. الياماها ريحوك، تعمل الكوردات لوب، لو حتى تضغط على كورد واحد يعطيك لوب، مو بلازم تخليه 8 لوبات، يعني 8 بارات، 1 2 تتريا وعقب لوب، لا، هذاك في تسجيل الايقاع. هني ريحوك في تسجيل الاغنية. راح اعلمك وراح اقول لك الطريقة. انا مش منحاز للياماها ولا اني منحاز ضد الكورد او شيء، بس انا اقولكم انا انسان ميوزيشن، اي شيء اللي قدامي يعيبني. الكورد لوبر ما حد سبق الياماها فيها هالحركة، يمكن تكون شركات ثانية منزلة بطريقة ثانية أنا ما أعرف، لكن ما شفت أي حد سوى بنفس طريقة الياماها، سواء كان الكورج أو الرولند، حد نزل بنفس طريقة الكورد لوبر. خلينا ننتقل إلى الفيديو.